الكتل السكنية أنشئت لتتوزع شققها على من يستحقها ولتخفف عبء السكن على كثير من سكان الشمال المحرر. أليس من الضروري أن يتم اختيار المستفيدين بشكل دقيق؟ ألا يجب أن تكون هناك رقابة على المستفيدين حتى بعد أن يسكنوا؟ تابعونا لمعرفة التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في حلقة جديدة من برنامج وصل صوتك، يأتيكم يوم الأحد في 9:00 مساء بعد موجز الأخبار، ويعاد يوم الثلاثاء في 8:30 مساء.